أحسن الله إليكم، رجل كان يطوف فأنزل منيا وهو يطوف، فذهب فاغتسل ثم أعاد الطواف والسعي، فهل عمرته صحيحة؟ إذا كان أعاد الطواف من أوله ثم سعى بعده عمرته صحيحة، أما إذا كان إنه بنى على الأشواط التي حصل فيها الحدث فإن طوافه غير صحيح، الطواف يبطل بانتقاض الوضوء، يبطل بانتقاض الوضوء، فعليه إنه يعيد الطواف ويعيد السعي. أما إذا كان إنه استأنف الطواف من أوله ثم سعى بعده عمرته صحيحة.